بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يختم شهر رمضان بالتكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويختم شهر رمضان بإخراج صدقة الفطر، وهي طهرة للنفس وجبر لما يحصل في الصيام من النقص، أو تكميل للصيام بزيادة الخير وزيادة العمل، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا هذه نزلت في صدقة الفطر. تزكى يعني تصدق، أخرج صدقة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد. وهذان العملان ختام الشهر المبارك، صدقة الفطر، ومقدارها بالصاع النبوي صاع بالصاع النبوي. الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. وإذا زاد من باب التطوع زيادة خير إلى خير، تدفع للمحتاجين، لا سيما في يوم العيد، لأن يوم العيد لا تفتح فيه المحلات للبيع. يوم العيد ليس فيه عمل يكتسب المسلم من ورائه، فتكون صدقة الفطر عونا له أن يفرح مع الناس وأن يأكل مع الناس في هذا اليوم إذا دفعت له صدقة الفطر، فهي خير، وهي ختام طيب لما حصل من الخير في هذا الشهر المبارك. هي صاع بمعنى أنها 3 كيلو تقريبا، سواء دفعها من التمر أو دفعها من البر أو دفعها مما يؤكل في البلد ومما يطعم في البلد، لأن البلدان تختلف في طعامها، فهي صاع من قوت البلد، لكل بلد بحسبه. تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة، صلاة العيد أفضل. إخراجها قبل صلاة العيد في يوم العيد أفضل، وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس بذلك. وإن تأخرت عن صلاة العيد فلا بد من إخراجها في يوم العيد، فيخرجها ولو بعد صلاة العيد أو بعد الظهر أو بعد العصر. وإذا فات يوم العيد ولم يخرجها فإنه يخرجها قضاء. إخراجها في يوم العيد أداء، وإخراجها بعد يوم العيد قضاء، فلا بد من إخراجها للقادر عليها، يخرجها ويدفعها للمحتاجين. هذه صدقة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ومواساة للفقراء والمحتاجين. فهذه صدقة الفطر من رمضان بخيرها وفضلها وما يحصل بها من الأجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.